بعد فوز سارة سمير بفضية الألعاب الأولمبية، الكل ابتدى يتكلم عن رياضة رفع الأثقال وإحنا ليه مش مهتمين بيها. لكن تعرف إن في واحد من أهم أبطال مصر بل والعالم والأولمبيات كلها في تاريخ اللعبة وتسمى بقاهر الألمان؟ طب مين هو وإيه قصته؟ تعال نعرفها بقى من البداية للنهاية على المصرية. خضر التوني تقدر تقول عليه أهم أولمبي في تاريخ مصر كلها، واللي حققه لازم كده تبص له باعجاب وانبهار. وخليني احكي لك بقى قصته. اتولد خضر التوني 15 ديسمبر سنه 1916 في حي بولاق في القاهره. كانت هوايته رياضه رفع الاثقال. شاب ما شاء الله يقدر يرفع الاوزان بسهوله وخفه وتكنيك حلو جدا، لدرجه انه كان عنده 19 سنه وكان حديث مصر كلها. كل الحاجات دي بقى خلت خضر التوني يشارك في اولمبياد برلين سنه 1936. شارك خضر التوني كممثل لمصر ودخل في منافسة مع أهم أبطال في الوقت ده، رودولف أزماير وأدولف فاجنر. انت بتلعب أبطال ألمانيا والعالم في ألمانيا، دول برضو كانوا حديث العالم كله، كانوا طبعا فاكرين انهم أهم ناس في البشرية وانهم أنقى جنس وان محدش يقدر عليهم. فكانت فكرة تحقيق الألمان للميدالية في رفع الأثقال مسألة وقت مش أكتر. اللي كان بقى مخلي الالمان واثقين من ان الفوز سهل ان رودولف ازماير خد الذهبيه في اولمبياد لوس انجلوس سنه 32 وكان محطم الرقم القياسي العالمي وقتها، لكن خضر التوني راح هناك على ارضهم ووسط جمهورهم وحقق الميداليه الذهبيه بكل سهوله. مش بس كده، ده حطم الرقم القياسي 3 مرات في كل رفعه رفعها وسط انبهار من كل الناس اللي حاضره. لكن للاسف حظ خضر ما كانش حلو، لان اولمبياد 40 و44 اتلغوا بسبب الحرب العالميه الثانيه. بس لما رجعت الاولمبياد سنة 48 شارك فيها، لكن حظه كان وحش. جات له ازاي ده؟ اثناء المنافسات رئيس البعثة المصرية كان اسمه محمد طاهر باشا امر انه يدخل المستوى الشفا فورا، لانه لو رفع اثقال وهو عنده الزايدة هتنفجر والمضاعفات مش هتبقى لطيفة خالص. لكنه رفض وقال له انا ما جيتش هنا عشان اتعالج، انا جاي هنا عشان اكسب وارفع اسم بلدي. لكنه للاسف وقتها حقق المركز الرابع في الاولمبياد. جنب الاولمبياد قدر انه يحقق الذهب في بطولة العالم 3 مرات سنة 46 و49 و50 وبرونزية سنة 51. ألمانيا سمت شارع باسمه في القرية الأولمبية واختاروه من أحسن رافع الأثقال في التاريخ، كمان بسبب خضر التوني وأستاذه السيد نصير. مصر تعتبر من أقوى دول العالم في رفع الأثقال لحد دلوقتي. المهم قول لنا في الكومنتات تفتكر إيه سبب الفشل الأولمبي اللي إحنا فشلناه في الدورة دي.